علاش ما يعاونوناش نطوروا الاسلحه ديالنا والجيش ديالنا؟ علاش ما يعاونوناش نصوبوا الدوار راسنا وما نشريوش من عندهم؟ علاش ما يعطيوناش دي بروفي دانفونسيون اللي عندهم واللي غينفعونا وينفعوا المجتمعات ديالنا؟ علاش كيمولوا غير هادشي؟ بزاف ديال الناس كاعين، بزاف ديال اليوتيوبرز كيشرحوا بالديتاي شناهو هذا البلايند ديت ولا ما عرفت شنو كيسميوه، ودخلوا في الحيتيات ديال هادشي. وهادشي كامل اخوتي خواتاتي فروع، خاصنا نمشيو للجدر. المشكل كاين في الجدر. علاش هادشي بدا كيدخل البلاد؟ شكون اللي من مورا هادشي؟ وشكون اللي مستهدف بهادشي؟ هذا هو السؤال اللي خصو يتطرح. اما نبقاو نهضروا على ديك البنت اللي كتبان ولا هادوك الدراري اللي كيهضروا هادشي كاملين فروع، غيمشيو هادوك وغيجيو وحدين اخرين، وغيمشيو هادوك وغيجيو وحدين اخرين. خصنا نهبطوا للجدر باش تفهم. انا جيت نوضح لكم واحد الامور جد خطيره وجد مهمه اللي خاص كل مغربي ومغربيه يعرفهم ويفهمهم ويهضمهم ويشرحهم لولاده. أيه. اول حاجه واول مفهوم خاص يكون عندكم في بالكم، خاصكم تكونوا كاملين عارفينه، هو المفهوم ديال الليبراليه. شنو كتعني الليبراليه؟ دابا فاش خرجوا للشارع لقاو بزاف ديال الناس غاضبين من هذا البرنامج وكيقولوا ان هادشي ضد الاسلام وضد الديانه ديالنا. راه بالنسبه للباس غير محششين، لان الاسلام ديالنا ما كي والشريعه ديالنا ما كتنصش على داك اللباس، فهمت؟ نهائيا حنا كامه محمد كمسلمين هذاك اللبس اخويا ما بيننا حنا وبينه الخير والاحسان. حنا مغاربه فهمت، مسلمين. انت كتشوف بحال هادشي في دول اسلاميه راه صافي، راه علامات السعاده صافي. انت دابا كتهضر على الديانه ديالنا حنا ديالك انت كمغرب، اما الغرب عندهم ديانه اخرى، وماشي هي المسيحيه وماشي هي اليهوديه، لا، الديانه ديالهم هي الليبراليه، وهي اللي خاصنا كاملين نعرفوا. هذه الكلمه جد مهمه وجد خطيره في هذه المرحله الدقيقه التي انتقل فيها المغرب من مشروع دوله اسلاميه الى مشروع دوله ليبرالية ديمقراطية اجتماعية. هذا المشروع طبعا يحتاج إلى دعم كل الفئات وكل القنوات التنشئة الاجتماعية. الليبرالية هي فلسفة، سطر معايا على فلسفة بالحمر، سياسية أو رأي سائد تأسست على أفكار الحرية والمساواة، وتشدد الليبرالية الكلاسيكية على الحرية، في حين أن المبدأ الثاني هو المساواة يتجلى بشكل أكثر وضوحا في الليبرالية الاجتماعية. دابا هنا فاش كتسمعوها كتقولوا كل شي زوين، المساواة، الحرية، هادشي زوين وهادشي مزيان لينا. الا اخوتي اخواتاتي خصنا نرجعوا للاصل، شكون اللي صوب هاد الليبراليه؟ حنا الا هضرتي وقلتي لينا شكون اللي صوب الديانه ديالكم نقولوا لك الله وجاب الرسول صلى الله عليه وسلم. الليبراليه شكون اللي صوبها؟ شكون اللي عطاها للغرب باش ولاو كيدافعوا عليها بشراسه وكيمولوا جمعيات اخرين باش يدافعوا عليها بشراسه؟ كيف ما شفتوا في التفسير هي فلسفه، ونقدر نقول لكم هي ديانه، وخاصكم ترجعوا معايا ل 1600 1700. شحال هادي؟ جوج ديال اكبر المؤسسين ديال هاد الفكر اللي وصلنا لهاد البرنامجات اللي كنشوفو دابا ومازال غنشوفو حوايج اخرين تيقو بيه. اول واحد سميتو جون لوك، وثاني واحد سميتو جون ستيوارت ميل. هاد جوج الاخوان كانوا جالسين كيضربوا في الكاس وكيسكروا، ويطيح عليهم واحد الفكره تنويريه في عقلهم واللي دابت تبنى عليها الغرب كامل. هادو جوج ديال الفلاسفه جد محترمين عند الغرب، بغيتكم ديروا الابحاث ديالكم عليهم باش تزيدوا تفهموا هادشي منين جاي. حيت ملي كتكون مواجه مع واحد الخصم خاصك تعرف الخطه ديالو والفكر ديالو، وما عارفين ديالنا، وحنايا لسوء الحظ بزاف منا ما عارفينش الخطه ديالو وما عارفينش الفكر ديالو منين جاي. وهادشي علاش قررت ندير هاد لا فيديو اليوم. هاد جون لوك وجون ستيوارت ميل قالوا ان الانسان تخلق وجا لهاد الكره الارضيه لسبب واحد، هو باش يكون فرحان، هو باش يكون مزيان، هو باش يكون مرتاح. خاص الانسان يحس بالبليزير وبالاستمتاع، يعني اي حاجه كتزيد في البليزير ديال الانسان والاستمتاع ديالو مزيانه، وخاصنا نطبقوها في مجتمع. وأشيب